السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبنا ومتابعينا. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن الزرع الجميلة اسمها الخيرزان، في بعض الدول المسمى بتاعها اسمها الخيرزان أو نبات البامبو. إزاي تعمل تقاصر من النبات الجميل ده اللي هو نبات عصا موسى أو نبات البامبو أو الخيرزان كما يطلق عليه في بعض الدول. النهاردة التقاصر بتاعه يا جماعة سهل جدا، انا مفيش مقدمة عندي طويلة، احنا ندخل على الفيديو على طول. يا ريت اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عند الكل مش مخصص عشان يوصلك كل جديد. تابعوا معانا لاخر الفيديو عشان فيه كلام مهم جدا هنتكلم عن ازاي تعمل تقاصر من نبات البامبو او الخيرزان او عصا موسى. شايفين انا يا جماعة هنقربها كده العصاية، واخدين بالكو احنا هنا هنعمل من العصاية دي زي ما انتوا شايفين كده، هنعملها على جزئيتين على فرعين، وما شاء الله زي ما انتوا شايفين جميلة جدا يا جماعة. النبات ده مميزاته جميلة جدا في البيت في المنزل، يعني كل ما تتابعه والرعاية بتاعته سهلة جدا يا جماعة. احنا هنعمل تقاصر من النبات البامبو، ان احنا هنقطع هنقص الجزئية اللي انا هوريها لكم دلوقتي. شوفوا سبحان الله بيطلع يا جماعة الفرع من الفرع سبحان الله، والتسلسل بتاعه سبحان الله جميل جدا، بينزل على شكل سبحة يا جماعة سبحان الله. شايفين المنظر الجميل سبحان الله. احنا هنا العصاية طبعا احنا هنقصها، احنا بنقص هنا، بص يا جماعة من تحت العولة كده، واخدين بالكم كده يا جماعة احنا قصينا اهو الفرع زي ما انتوا شايفينه. اهم حاجة لازم نعمل حاجة مهمة جدا بعد القطع والقص البامبو، اهم حاجة احنا نعمل حاجة مهمة جدا بعد ما احنا قصينا، هنعمل حاجتين. شايفين الورق الصغير ده كله هيتشال، ليه هيتشال؟ بنسيب براح مثلا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، لان بعد ما احنا بنقصها اللي احنا هنعمله. يتابعوا معانا لاخر الفيديو عشان فيه كلام مهم جدا نتكلم عن ازاي تعتني بنبات البامبو الخيرزان او عصا موسى. احنا بعد ما شلنا الورق اللي هو الزياده اللي هنا، برضو احنا هنقص زي ما انتم شايفين الفرع الطويل ده، احنا هنعملها على مرتين يا جماعه، واخدين بالكم احنا هنقص منين؟ من بعد العقلة هنا، من بعد العقلة هنا يا جماعة احنا هنقص كده طبعا عشان نبينها اكتر. اهي يا جماعة الجزئية هنا هنقص، اهم حاجة يكون القص نفسها بعد ايه؟ بعد العقلة. انا هقربها على الكاميرا كده عشان ايه تشوفوا معانا. زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه طبعا هنا دي قصيناها خلاص، وبرده هنا الورق الزياده هنشيله زي ما انتم شايفين كده. النبات ده جميل جدا يا جماعه، بيعمل طاقه ايجابيه روعه، نبات داخلي، الميه بتاعته تكون مفلتره. انا مهما اتكلم على النبات الجميل ده برضو مش هدي حقه من ناحية ان انت ازاي وطرق العناية بتاعته اللي هي جميلة جدا برضو وسهلة جدا وبسيطة. طبعا احنا قصينا الجزئية زي ما انتم تشوفوا وشلنا الورق اللي هو الزيادة ده، كل علينا ان احنا
هنحطهم فين؟ في المية. وبعد مجرد أسبوع أو 10 أيام هتلاقي نبتت معاك الجدر. بعد ما بيطلع الجدر، في ناس برضو إن احنا ممكن بيحطوه في المية، وممكن برضو بالزرع في البطمس. نبات جميل جدا يا جماعة، وما شاء الله أنا عملت شوية منه، يعني من عصاية واحدة عملت ما شاء الله، الله أكبر، عملت منه حوالي 5 زرعات و6 زرعات زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. بصوا سبحان الله ما شاء الله، بعد يا جماعة أسبوع على 10 أيام بتطلع معاك الجذور زي ما انتم شايفين كده، اللي احنا قصيناه هيطلع بنفس الشكل كده يا جماعة. وفي خطوة مهمة جدا بعد قص الفرع نفسه زي ما انتم شايفين ما شاء الله، كل ده احنا حطيناه برضو في المية. ده عبارة عن فرع يا جماعة، عملنا منه ما شاء الله حوالي 5 ولا 6 فروع زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفينه يا جماعة بيطلع الجذور بتاعته زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا. ونبات جميل جدا وبيعمل طاقة ايجابية روعة يا جماعة. ياريت كل الناس يبقى عندها البامبو عندها في البيت. وهنا احنا في طبعا هنا الورقة زي ما انتم شايفين، اهم حاجة ان الورقة اللي انتم شايفينها محروقة دي بتتقص او بتشال، تمام، بيطلع غيرها على طول. تمام، احنا قصينا الورقة المحروقة زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا انا هنا ولعت الشمعة، كانت عندي الشمعة دي اهم حاجة بعد قص الفرع نفسه. احنا هنا ولعنا الشمعة زي ما انتم شايفين، ده اهم خطوة يا جماعة، اللي انا قلت لازم ده مهم جدا الخطوة دي عشان تحافظ على زرعة النبات البامبو. بعد القص اللي احنا شفناه، بعد القص في المكان اللي احنا قصينا منه زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بعد ما احنا قصينا كل اللي علينا ان احنا نعمل ايه؟ هنسيح الشمعة نفسها في المكان اللي هو القص. ليه؟ زي ما انتم شايفين كده، واخدين بالكم يا جماعة؟ ده اهم خطوة بعد القص الفرع نفسه. ليه؟ بتحافظ على الزرعة وفي نفس الوقت ما يعملش فيها بكتيريا، وتطلع الفروع التانية الجديدة بمشيئة الله تعالى زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا في الكاميرا انا حطيت الشمع في مكان القص، واخدين بالكم يا جماعة؟ دي اهم خطوة بعد قص النبات البامبو زي ما انتم شايفين. وطبعا كل الفروع اللي شايفين كده يا جماعة، احنا طبعا الجزئية اللي تحت احنا مش هنحط فيها الشمع، اهم حاجة تحط القص في بعد القص من فوق، اننا نسيح فين الشمع كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. دي اهم خطوة يا جماعة. ليه؟ عشان تحافظ على الزرعة نفسها زي ما احنا قلنا، وما يأثرش برضو على الزرعة ان في بكتيريا، وفي نفس الوقت تحافظ على نبات البامبو. المية دي طبعا يا جماعة كان بقالها يومين او من اول اليوم لغاية اخر اليوم، اهم حاجة بتسيب المية زي ما انتم شايفين كده يكون الغطاء بتاعه مفتوح في نفس الوقت من الحنفية، عشان خاطر المية نفسها ما ينفعش تجيبها من الحنفية نفسها وتحط الزرعة فيه، عشان برضو تحافظ على زرعة النبات الجميل نبات البامبو. دي تبقى مية مفلترة للزرعة، سبحان الله نبات جميل جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. احنا هنا بنحب البساطة يا جماعة، انا جايب برطمان، عندك برطمان في البيت تحط النبات الجميل نبات البامبو، ما تبخلش يا جماعة، حاجات بسيطة جدا، نبات بيحب البساطة، وما في اروع من الطبيعة والبساطة. احنا عندنا برطمان، ولو قلت لك روح اشتري برطمان ب50 جنيه ولا ب60 جنيه ولا بتاع، عندك برطمان قديم تحط عندك ان هنا شوية المية اللي احنا قلنا عليها مفلترة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. كل برطمان زي ما انتم شايفين كده اهو، حطينا فيه شوية المية المفلترين اللي احنا قلنا عليهم،
ونحط هنا الزرعة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بسيط جدا يا جماعة. وحطينا احنا حجر للحفاظ على برضو، مفيش يا جماعة المعلومات دي مفيش حد في قناة تانية هيقدر يوضحها لك، احنا بنوضح كل حاجة من ابسط حاجة يا جماعة لأكبر حاجة عشان خاطر المعلومة توصل لكل حبايبنا. احنا نتمنى ان احنا نكون بنفيدكم بكل المعلومات، احنا الحمد لله ما نبخلش على اي شيء باي معلومة على كل الناس كل حبايبنا. واحنا هنا برضو زي ما انتم شايفين برضو حطينا ايه، شايفين يا جماعة ما شاء الله، شايفين المنظر الجميل ما شاء الله، الله اكبر، بتعمل مشتل من عصيان البامبو. بس انت احنا ثواني هنعدل لكم الزرعه نفسها وتشوفوها يا جماعه، بعد اسبوع ل 10 ايام هتلاقي الجذور طلعت عندك. واحنا حاطينها هنا يا جماعه، انا نسيت اقول لكم برضو عشان كل المعلومات البسيطه لازما والكبيره برضو لازم اعرفها لكم، احنا هنا حطينا زي ما انتم شايفين زلط. عندك الزلط ليه؟ بيحافظ على الجذور وبيحافظ على الزرعه نفسها، ما ياثرش على تخلي تعمل بكتيريا، وبيعمل برضو رطوبه عندك بالنسبه للزرعه عشان يحافظ برضو على الزرعه، بتنشط الجذور بتاعته ما شاء الله. يا ريت اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعل الجرس عند الكل مش مخصص عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله. سلام، اخوكم احمد. سلام.